هل أنتم متشوقون لمعرفة كيف تتحدى هواوي العقوبات وتواصل الابتكار؟ Break Time Point 5. استعدوا للانبهار بأحدث خطواتها. تستعد هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Mate 70 هذا العام، والتي تتميز بمعالج كيرين تيرين آسر الجديد المصنوع بتقنية 5 نانومتر المتقدمة. ويأتي ذلك بعد نجاح العام الماضي مع هاتف Mate 16 Pro ورقاقة كيرين تياو في اس المصنعة بتقنية 7 نانومتر. على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تعيق الوصول إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات، تجد هواوي وشريكها في التصنيع اسماي طرقاً مبتكرة للتغلب على هذه الحواجز. بل إنهم يستعدون لإنتاج رقائق 3 نانومتر قريباً. إذن ما أهمية النانومتر؟ في تصنيع الرقائق يقيس النانومتر حجم الترانزستورات على الرقاقة. الأرقام الأصغر تعني أداءً أعلى واستهلاكاً أقل للطاقة، بينما يتجه المنافسون مثل سامسونج وتي اس ام سي نحو تقنية 9 نانومتر، فإن قفزة هواوي إلى 5 نانومتر لا تزال رائعة، خاصة في ظل الظروف الصعبة. من خلال هذا التقدم، تواصل هواوي إبهارنا وإثارة إعجابنا، مما يثبت أن الابتكار لا يعرف حدوداً. ترقبوا المزيد من التحديثات التقنية.